يشيع بين الناس عادة لعلها من العادات الحسنة وهي الأضحية عن الميت. هل من كلمة حول هذا الموضوع شيخ صالح؟ الأضحية عن الميت مشروعة وفيها أجر عظيم ويرجى وصول ثوابها إلى الميت يا الله. لأنها قربة عظيمة وشعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، فهي تشرع عن الحي وتشرع عن الميت. الحمد لله. لا مانع من ذلك. طيب. ولا يزال المسلمون يضحون عن أمواتهم ويكتبون في وصاياهم أضاحي عن الأموات. نعم. ولم ينكر ذلك أحد ممن يعتد بقوله، إنما في السنين الأخيرة ظهر بعض طلبة العلم وأشكل عليهم هذا الأمر، وهو غير مشكل ولله الحمد. نعم. إذن الشيخ صالح يدعو إلى الاستمرار في هذه العادة المباركة. لا شك أنها شعيرة طيبة وقربة حسنة وفيها أجر للحي وللميت. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن من لم يضحي من أمة محمد، وهذا يشمل الأحياء والأموات. وليس مع من استشكل ذلك دليل في منع الأضحية عن الميت، ليس معه دليل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.